قنديل النصح هنا وقدا عن تربية الأبناء حكا برنامج نور ما نقدا يسمو في عليانا وزكا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وقل رب زدني علما. أما بعد إخوتي الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سائلا الله عز وجل أن تكونوا بخير وعافية. حديث حلقة اليوم، بعد أن تحدثنا في الحلقات الماضية عما يتعلق بقاعدتي الربط والتحذير من كتاب تربية الأولاد في الإسلام، نتابع ما تبقى من هذا الكتاب في الاقتراحات التربوية التي لا بد منها، لنضع بين يدي المربين اقتراحات تربوية لا بد منها ولا يمكن الاستغناء عنها، من أجل أن نفتح أمام المربين آفاقا جديدة في إعداد الولد خلقيا وفكريا وتكوينه سلوكيا واجتماعيا، ليكون إنسانا صالحا في مجتمعه وأمته، وليكون عضوا نافعا في أسرته ومجتمعه. هذه الاقتراحات تنحصر في الأمور التالية: أولا، تشويق الولد إلى أشرف الكسب. ثانيا، مراعاة استعدادات الولد الفطرية. ثالثا، ترك المجال للولد في اللعب والترويح. رابعا، إيجاد التعاون بين البيت والمدرسة والمسجد. خامسا، تقوية الصلة بين المربي والولد. سادسا، السير على منهج تربوي في اليوم والليلة. سابعا، تهيئة وسائل ثقافية تكون نافعة للولد. ثامنا، تشويق الولد إلى المطالعة الدائمة. تاسعا، استشعار الولد الدائم بمسؤولية الإسلام. عاشرا، تعميق روح الجهاد في نفسية الولد. نبدأ بالأولى، تشويق الولد إلى أشرف الكسب، وتلك مسؤولية مهمة للمربي، حيث يشجعه على العمل لمرضاة الله سبحانه وتعالى، ليكون العمل الحر صناعة أو زراعة أو تجارة. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يزاولون الأعمال الحرة، بل تخصصوا ببعضها ليكونوا قدوة للأمم والأجيال. فهذا نوح عليه السلام كان يعمل في صناعة السفن، خاطبه الله عز وجل: واصنع الفلك بأعيننا. ونجا في السفينة هو ومن آمن معه. وداود عليه السلام كان يجيد الحدادة، قال الله عز وجل في هذا الشأن: وعلمناه صنعة لبوس لكم. وقال تعالى: وألنا له الحديد. وهذا موسى عليه السلام عمل في رعاية الغنم، ونبينا عليه الصلاة والسلام رعى الغنم وزاول التجارة، قال صلى الله عليه وسلم: كنت أرعى الغنم على قراريط لأهل مكة، كما روى البخاري. فالإسلام بمبادئه وتشريعه قد قدس العمل وكرم العمال، واعتبر أن أفضل الكسب هو كسب الرجل من يده، وهو من أفضل القربات ومن أشرف الأعمال. قال تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وروى البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أكل أحد طعاما خيرا له من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده، أخرجه أحمد. وغير ذلك من الأدلة التي تدل على اهتمام الإسلام بالعمل والحض على التكسب والعمل. ثانيا، من الاقتراحات مراعاة استعدادات الولد الفطرية، وهذا مهم جدا، أن يوجه الولد إلى ما يميل إليه من صلائع، وما يناسبه من عمل، وما عنده من آمال وأهداف. فالأولاد يختلفون فيما بينهم مزاجا وذكاء وطاقة واتزانا، فالمربي الحكيم يضع الولد في المكان المناسب الذي يتفق مع ميوله وبيئته الملائمة.
إن كان ذكيا ويريد إكمال الدراسة سهلنا له الأمر لتحقيق أمله والوصول لغايته، وإن كان متوسط الذكاء وعنده ميل لتعلم الصنعة على المربي أن ييسر له الأمور ليصل لهدفه المنشود، وإن كان من النوع البليد على المربي أن يوجهه إلى عمل يتفق مع عقليته. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، رواه الطبراني. ثالث الاقتراحات: ترك المجال للولد في اللعب والترويح، فالإسلام دين الواقع والحياة، والله سبحانه وتعالى لم يمنع في كتابه ولا النبي عليه السلام في سنته من أن يروح الإنسان عن نفسه. لذلك باعتبار أن الإسلام دين الواقع والحياة، والبشر لهم أشواقهم القلبية وحظوظهم النفسية وطبيعتهم الإنسانية، فلم يفترض أن يكون كلامهم كله ذكرا وكل فراغهم عبادة، وإنما اعترف الإسلام بما تتطلبه الفطرة البشرية من سرور وفرح ولعب ومرح ومزاع، بشرط أن يكون في حدود ما شرعه الله سبحانه وتعالى وضمن نطاق الآداب الإسلامية. لقد بلغ الإسلام بأتباعه مبلغا عظيما، حتى أن البعض ظنوا أن التعبد الدائم والمراقبة المستمرة لله لا بد أن تكون ديدنهم، وأن يطرحوا ملذات الدنيا، وأن يطرحوا المرأة وراء ظهورهم، وظنوا أن أوقات فراغهم يجب أن تنصرف إلى الآخرة دون أن يكون للمرح المعتدل نصيب من دنياهم. وفي ذلك عندما سمع النبي عليه السلام: ذاك الذي أراد أن يصوم ولا يفطر، وذاك الذي أراد أن لا يتزوج النساء، قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. فمن السنة إذن الترويح عن النفس واللعب والمرح، بشرط أن لا يؤذي ولا يضر، وأن يكون لعبا مباحا. من سماحة الإسلام إذن وعظمته أن جعل اللعب البريئة أو الترويح عن النفس من الأمور اللازمة للمسلم لحاجة الإنسان إليه، وخاصة للولد، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة الصالحة للمسلمين، كان يلاعب أبناء الصحابة ويروح عن نفوسهم ويدخل السرور عليهم ويشجعهم على اللعب البريء والمباح، انطلاقا من ملاعبة النبي صلى الله عليه وسلم للصبيان وملاطفتهم والترويح عن نفوسهم. نادى علماء التربية الإسلامية بحاجة الطفل إلى اللعب والمرح بعد الانتهاء من دروسه أو عمله. رابع هذه الاقتراحات: إيجاد التعاون بين البيت والمدرسة والمسجد، وهي عوامل مؤثرة في تكوين شخصية الولد علميا وجسميا وروحيا. ومن المعلوم أن مسؤولية البيت تتركز على التربية الجسمية، وهذا في الدرجة الأولى، لأن المقصر يأثم، لأنه يضيع حق أولاده ويهمل معيشة عياله. قال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، رواه أبو داود. ورسالة المسجد في الدرجة الأولى تتركز على التربية الروحية في صلاة الجماعة وقراءة القرآن، وكان ذلك من الأمور المهمة عندما يتعلق الولد بالمسجد، فيأخذ من المسجد ما يقوي روحانيته وما يجعله إنسانا صالحا في مجتمعه. لذلك يا أخوتي، رسالة المسجد رسالة سامية. من الأمور التي لا يختلف فيها اثنان أن مهمة المدرسة هي التربية العلمية لرفع كرامة الإنسان، ولذا فإن للعلم الفضل العظيم في الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، رواه مسلم. ومن فضائل العلم أن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع، وغيرها من الأدلة. وهذا بتعاون البيت والمدرسة والمسجد تكتمل شخصية الولد ويكون عضوا فعالا في الأمة والدين. خامس الاقتراحات: تقوية الصلة بين المربي والولد، وهذه قاعدة تربوية لدى علماء الاجتماع والتربية ليتفاعل على أحسن وجه. وإذا كانت الجفوة بين الطالب والمعلم أو الولد والمربي فلا يتم تعليم ولا تتحقق تربية. فالواجب على الآباء المربين إذن أن يبحثوا عن وسائل إيجابية في تحبيب الولد بالمربين وتقوية الصلة بين المربي وبين من يكون عنده وبين يديه، وإيجاد التعاون معهم والشفقة عليهم. من هذه الوسائل مثلا الابتسامة
تبسمك في وجه أخيك صدقة. من الوسائل أيضا تشجيع الولد بالهدية في كل أمر يحسنه أو دراسة يتفوق بها، تهادوا تحابوا. استشعار الولد الاهتمام به والشفقة عليه، من أصبح لا يهتم بالمسلمين فليس منهم. معاملة الولد معاملة حسنة، قال صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله. من الوسائل في تقوية الصلة بين المربي والولد أيضا أن يكون المربي عونا للولد على بره. رحم الله والدا أعان ولده على بره، والنبي عليه الصلاة والسلام هو المربي الأول، كان المثل الأعلى في تطبيق هذه الوسائل الإيجابية في حياته عليه الصلاة والسلام. ومن الاقتراحات أيضا تهيئة الوسائل الثقافية التي تكون نافعة للولد، وهذه مسؤولية المربين تجاه من لهم في أعناقهم حق التعليم والتربية. عليهم أن يهيئوا لهم الوسائل الثقافية النافعة ليتكون الولد فكريا وعلميا. ومن أهم هذه الوسائل تكوين مكتبة خاصة بالأولاد، إن كان من مصحف كريم واضح الكلمات والتشكيل لكل ولد في الأسرة، وتفسير عام للقرآن، وكتب خاصة بالحديث الشريف، وكتب للفقه، وكتب للعقيدة الإسلامية، وكتب للسيرة النبوية، وكتب فكرية عامة تناسبه، والكتب العلمية أيضا التي تكون كتبا علمية أو أدبية أو تاريخية وطبية، فتتلائم طبعا مع هؤلاء الأولاد ليكون ذلك عونا وذخرا لهم في مستقبل الأيام. وهذا كثير والحمد لله وفضله سبحانه وتعالى. سابع الاقتراحات تشويق الولد إلى المطالعة الدائمة، انطلاقا من الشعار الذي رفعه الإسلام: وقل رب زدني علما، ومن قوله تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، شعورا بالمسؤولية. إذن من أجل التوعية الفكرية التي هي أمانة في عنق الآباء والمربين، وجب على كل من يهمه أمر الولد فكريا وعلميا أن يعرف الولد عند سن الوعي والتمييز أن الإسلام دين ودولة، وأن يعلمه أن القرآن الكريم تشريع ونظام، والتاريخ الإسلامي والثقافة الإسلامية شاملة، وهذا لا يأتي إلا بمطالعة واعية، لا يأتي إلا بكتب فكرية وكتب تاريخية توضح العز الإسلامي، وكتب ترتبط بالغزو الفكري والمخططات التي يرسمها أعداء الإسلام. ومطالعة الكتب الحضارية تكشف القناع عن حضارة الإسلام عبر التاريخ. وهكذا كان سلفنا الصالح كما ذكرنا في مسؤولية التربية العقلية سابقا. والولد لا يندفع إلى المطالعة إلا بوسائل تحببه بها وتشوقه إليها. من هذه الوسائل الموازنة بين العلم والجهل، وبيان كرامة العلماء وشقاوة الجهلاء لتتحرك نفسه شوقا إلى العلم. قال الحسن البصري: لو كان للعلم صورة لكانت صورته أحسن من الشمس والقمر والنجوم والسماء. من الأساليب إقامة مباريات بين الأولاد، من الأسرع بالقراءة ومن يقرأ أكثر، بالجوائز المغرية أو الرمزية تشجيعا. من الوسائل إفهام الولد أن ما يتعلمه ويقرأه من قراءة نافعة ومفيدة إذا قرن بالنية الصالحة له ثواب القانتين المتعبدين. إنما الأعمال بالنيات. وإذا علم أنه مأجور على المطالعة ومجزي على تحصيل العلم يقبل عليه دون تقصير. من الوسائل أيضا تهيئة الأجواء الهادئة المريحة من أضواء ومناظر وتدفئة وتهوية لمساعدته على المطالعة. من الوسائل أيضا توفير الكتب المتنوعة في البيت والمسجد والمدرسة والمكتبات من قصة أو شعر أو تاريخ أو أخلاق، فهذا التنويع يدفعه إلى المطالعة ويسعى إليها بشغف. ثامن الاقتراحات السير على منهج تربوي في اليوم والليلة، مسؤولية المربين أن يسير بالولد على منهج تربوي في اليوم والليلة حتى يعتاده ويصبح مألوفا لكونه تأصل في كيانه. عند الصباح ما أجمل أن يرافق انتباهك وانتباه ولدك من النوم ذكر الله: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، كما روى البخاري ومسلم، وغير ذلك من المأثور. علم الولد
آداب الدخول وآداب الاستنجاء، كيف يدخل إلى الخلاء وكيف يستنجي وكيف يستبرئ من البول، ثم بعد ذلك علمه كيف يدخل بالرجل اليسرى ويخرج باليمنى ويدعو عند دخوله بالمأثور: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، كما روى البخاري ومسلم. وأن لا يتكلم عند قضاء الحاجة، وأن تعلمه كيف يستبرئ إذن من البول وبتجفيف مكان النجاسة ويتجنب النجاسة أيضا ويزيلها من جسمه. علمه أن لا يستنجي بيمينه لما ورد في الصحيحين: إذا بال أحدكم فلا يأخذ ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس في الإناء، وإذا خرج يقول: غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، رواه ابن ماجه. وغير ذلك من المأثور في هذا الباب. اشرع معه في الوضوء، إذن علمه الوضوء، كيف يتوضأ، علمه الدعاء بالمأثور بعد الفراغ من الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، كما روى مسلم وأحمد. ثم علمه كيف يدعو بعد الانتهاء من ذلك: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، رواه الترمذي. علمه صلاة ركعتين بعد كل وضوء، اشرع معه في الصلاة وخاصة في قيام الليل لما لها من فضل عظيم، فهي قربة إلى الله ومكفرة للخطايا والذنوب. صلي واشرع معه في صلاة الفجر بالأذكار بعد الصلاة: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. قال صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت، رواه الشيخان. ثم بعد ذلك اشرع معه في تلاوة القرآن بما تيسر منه، فاقرأوا إذن ما تيسر من القرآن، وأن القرآن يأتي شافعا لأصحابه يوم القيامة. ثم بعد ذلك ببعض التدريبات الرياضية من خلال قوله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، فما أجمل المربي حين يجمع من معه في عنقه حق التربية بين العبارة وبين الجهاد والمرح والعبادة بين الدنيا والآخرة، وما أكرمه عند الله وعند الناس حين يظهر بتوجيهه وفعله واقعية الإسلام وحسن المعاملة، ثم بعد ذلك يعلم أولاده هؤلاء الذين هم فلذات أكباده، هؤلاء رياحين القلوب، يشرع معهم بمطالعة ثقافية وقل رب زدني علما. ثم بعد ذلك بصلاة الضحى، وأقل الضحى عند الجمهور من الفقهاء ركعتان وأكثرها 8 ركعات، ويبدأ وقتها من طلوع الشمس بنصف ساعة تقريبا وينتهي إلى ما قبل الظهر ب3/4 ساعة. ثم بعد ذلك اشرع معه بتناول الفطور وتقيد بآداب الطعام والشراب، وقد سبق ذكر ذلك تحت عنوان آداب الطعام والشراب، وأن يعلم ذلك لأولاده. تعلمه بعد ذلك آداب الخروج من المنزل، يلبس حذاءه باليمين ويدعو عند خروجه: بسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. يقال له: حسبك هديت وكفيت ووقيت، وتنحى عنه الشيطان. ثم علمه آداب الطريق، يمشي هونا، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. ثم علمه آداب الطريق أيضا كغض البصر عن النساء الأجنبيات، آداب السلام بلفظ السلام عليكم والرد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وقد ذكرنا ذلك في آداب السلام عندما تحدثنا عن هذا الأمر، حيث بعد ذلك ترشد ولدك وتخلقه بها. أسأل الله عز وجل أن يجعل أولادنا وأولادكم قرة عين لنا ولكم جميعا. ثم بعد ذلك علموا تجنب أخطار الطريق من مركبات ومشي على الرصيف، وأن لا يلقي شيئا على الأرض مما يؤذي الناس، لا ضرر ولا ضرار، وعلموا أن يرفع الأذى من حجر وغيره إذا كان يضر بالناس. علموا حقوق الطريق، إياكم الجلوس في الطرقات، فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، رواه الشيخان. إذا ذهب إلى المدرسة أو العمل علمه أن يؤدي حق الرفيق وعيادة المريض وتشميت العاطس
والزيارة في المناسبات، وهكذا في صلوات الفرائض علمه كيف يصلي. وإذا ذهب إلى المسجد يكون نظيفا وأنيقا، وأن يدخل المسجد بسكينة ووقار، ويقرأ الدعاء بعد الصلاة. ذكره دائما بفضل العلم والتعلم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ذكره إذن في السهرات الفضائل الخلقية والمآثر الاجتماعية، اذكر له قصة تاريخية أو حقيقة علمية أو معجزة نبوية ليستفيد ويتأثر منها. مثال ذلك مثلا الإسراء والمعراج، كانت هذه إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم حين أمعن الكفار بتعذيبه ونكلوا بأصحابه قبل الهجرة بعام، وعلمهم ما معنى الإسراء والمعراج وكيف صعد صلى الله عليه وسلم إلى السبع الطباق. ثم بعد ذلك يا أخي علمه أن الإسراء كان بالروح والجسد والمشاهد التي رآها عليه الصلاة والسلام، وما هي الصلة بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى، وعلمه ما هي مكانة الأقصى وفلسطين، وكيف تساند الدول الكبرى اليهود، وما هو واجب المسلمين تجاه فلسطين والمسجد الأقصى. احرص على أن يقبل الأولاد بعد ذلك على تقبيل يد والديهم قبل النوم، وقبل ذلك علمهم أيضا عندما يريدون أن يناموا على الجنب الأيمن، وأن يدعوا بالمأثور يقرأ آية الكرسي والإخلاص والمعوذات، ويسبح 33 ويحمد الله 33 ويكبر 33، ثم يقرأ باسمك اللهم أحيا وأموت، باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، كما روى البخاري ومسلم، وغير ذلك من الأدعية المأثورة. كما عليك أخي المربي أن تعلم أن هذا منهج تربوي في اليوم والليلة، وقد جمع ما بين الذكر والعبادة وآداب الإسلام، والمزج ما بين الرياضة والثقافة والمرح، لينشأ الولد على الطهر والعفاف والأخلاق. وعلى المربي إذن إعطاء من حوله الصورة الجميلة للإنسان المسلم، القدوة الصالحة في الورع والتقوى، ليكون في مصاف المتقين الأبرار. من الوسائل في إفهام الولد أن الوقت كالسيف، والإسلام أمر أن يملأ المسلم وفراغه بما ينفع، لقوله صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، رواه مسلم. ولا بد إذن من تهيئة نفسية قبل المطالعة حتى تؤتي ثمارها، وتركيزها الذهني من أجل أن يستوعب بشكل جيد، ووضع خطوط بقلم الرصاص تحت المعاني المهمة والأفكار الرئيسية، ووضع العناصر الأساسية على هامش الصفحة بقلم الرصاص ليكون الاستيعاب شاملا. أخي المربي عود أولادك ومن ترشدهم إلى مستقبل الأيام، ليكون في المستقبل في عداد الرجال العالمين ومن الجيل الناضج الفاهم، وما ذلك على الله بعزيز. تاسعا استشعار الولد بمسؤولية الإسلام، أمر هام يجب لفت انتباه المربين إليه لتلقين الولد حقائق عديدة، منها أن العصبة المؤمنة التي تركزت في دار الأرقم تحقق على يديها النصر، كانوا شبابا، هؤلاء الشباب هم من حملوا أعباء الدعوة واستعذبوا في سبيلها آيات الصبر وضحوا من أجلها، واصلوا الليل بالنهار حتى حققوا انتشار الإسلام، ثم أخضعوا كبار الدول لحكمهم، وامتد الملك في زمن بني أمية إلى بلاد السند والأندلس. وكيف كان يخاطب هارون الرشيد رحمه الله السحابة كناية عن بسط الدولة الإسلامية في بقاع الأرض. وما انتصر هؤلاء إلا بالتزامهم بالإسلام عقيدة وفكرا وقولا وعملا وتطبيقا. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. كيف حملوا رسالة الإسلام بقوة صبرهم واستبسالهم، خاضوا البحر كعقبة بن نافع رضي الله عنه، وقف يخاطب البحر وخاضه بجواده قائلا: اللهم لولا هذا البحر لفتحت الدنيا في سبيل إعلاء كلمتك، اللهم فاشهد. ووصلوا إلى المشرق حين توغل قتيبة الباهلي في بلاد الصين، وحينما حذروه قال: بثقتي بنصر الله توغل، وإذا انقضت المدة لم تنفع العدة. فكانوا بحق رجالا صدقوا ما عاهدوا الله عليه، كانوا بحق رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله،
ألا فليغرس المربون في نفوس أبنائهم وفي نفوس طلابهم هذه الحقائق ليستشعروا بالمسؤولية ويؤدوا الواجب على النهج الذي يكون مطلوبا منهم. عاشر هذه الاقتراحات تعميق روح الجهاد في نفسية الولد. من المسائل الخطيرة التي يجب أن يهتم بها المربون هي تعميق روح الجهاد في نفسية الولد وترسيخ معاني العزم والمصابرة في فكره ومشاعره، خاصة في هذا الزمن حيث استلم زمام الأمور في البلاد أناس لا هم لهم ولا غاية إلا أن ينفذوا مخططات أعداء الإسلام. لذا وجب على المربين تلقين أولادهم معنى الصبر والمصابرة، وأن يعمقوا في نفوس أولادهم الجهاد وترسيخ معانيه، وهذا بنقاط محددة. استشعار الولد أن يحقق العزة الإسلامية، إفهام الولد بشكل دائم أن الجهاد في سبيل الله أنواع: جهاد مالي وهو عصب حساس لكل جهاد، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، جهاد تعليمي، جهاد تبليغي يكون باللسان، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه، لا ينقص من أجورهم شيئا. كالجهاد التعليمي علما وثقافة، قال الله في شأنه: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. جهاد سياسي، جهاد قتالي. على المربي إذن تذكير الولد بمواقف الصحابة رضي الله عنهم ليمشي على طريقتهم، تحفيظ الولد سورة الأنفال وسورة الأحزاب، تعميق عقيدة القضاء والقدر في نفسية الولد بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. لذلك يا أخوتي، هذه بعض النقاط والمراحل في تعميق روح الجهاد في نفسية الولد لينتهجها المربون مع أولادهم، غير متخلين عن إعلاء كلمة الله والجهاد حتى يروا راية الإسلام ارتفعت وكلمة النصر دائما تخفق، راية النصر تخفق دائما، وعندئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الحكيم. أسأل الله عز وجل أن نكون قد وفقنا في هذا الكتاب، وهذه هي الحلقة الأخيرة، أن نسيت أن أذكر في بدايتها أنها الحلقة الأخيرة من هذا الكتاب، كتاب تربية الأولاد في الإسلام للدكتور الشيخ عبد الله ناصح علوان رحمه الله وبارك بما كتبه ونفعنا به ونفعنا بكم أيضا بحسن استماعكم وبحسن مشاهدتكم والانتفاع بهذا إن شاء الله تعالى. والله عز وجل ولي التوفيق، أسأل الله لي ولكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.